وندب وندب لمصلي لمصلي قبر نجد ذكر سلوان سد قرد ومزقفت أشتان نيرا بوري توجه لنحو زدار أو على بن ديوار شنو جب كي باشا أو عمودي ين عمود بي من كل شاخص هرش تشبرن بتقابي طول ارتفاعه ثلثا زراع دوسي كزراع بي شاخص برند ما تساقى تساقي بي أو زيان بردك بي يان شيلك بي يا دار عسائك بي فأكثر يان برندريش بقيدين يا وما بينه وبين عقب المصلي ثلاثة أزرع لباش بانيته حتى تشتكي سي زراع بي دكا ما تروني وك لو عندي زيادة النبي زور دوري خود ما تسقينا أو زوجي أو تساقى معناه أولو تدين السترة هركسك هاد زانية تو نجدكي نجدكي ببيني تو ببيني ودابي نادي أجا هاد دستشيلي ده ثلثا ذراع عندك ما ترقوا لا ولا ما ترقناك كم تردك زراع دوبستا هون ده ثلثا ذراع تقريبا 6 سنتيمتر شتو شي أول ثلاثة أزرع فأخلى ثم إن عزز عنه أجر أوت بينك راد لا أقاري ديوار صدقة فإن عجز عنه فلنحو عصا مغروزة دار أسائش بسقينا نحوي بي فمتاعم أقنا تشمك زانتا يخو لبيش أخو دابني أو هواش في غنبر صلى الله عليه وسلم دار أسائد سقن دين عنزا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عنزا عنزا قبيلة كالعربان قوتي قوتي أما مباركي أما مبارشين قلتي نحن من عنزة صلى رسول الله إلى عنزة لأبي لن يجروا أخوي دا عشرة وان فلنحو عصا مغروزة كما تاعم فإن لم يزده أقل أكشتان شفين دبو الندو ببسط مصلى باتشو شرائخي كسد زادة نوشي سد زادة أدي أقعوشي نبو ثم إن عزز عنه خط أمامه خطا في ثلاثة أذرع أرضا أو طولا مكروني وقت تقريبا باخي درش أو هل يبدأ لدوري خوي معنى أو كرخي نوشي منه بكسب داني في ثلاثة أذرع أرضا ينبريني سي زراع بي زراع وانده دوبستا أرضا أو طولا يندريجي وهو أولى دريجي كي زيادة بباشترا سوچلون ميش خرق دريجة كت بيدهو برينو برينيت بيناوي دقول ديش خرق دريجو دريج رانا أخي هو لبس الزاني لخبري أبي داود إذا صلى أحدكم فليجعل أمام وجهه شيئا باتشتكشي لبرامبر وزع خوي دابني فإن لم يزيد أقر أويشي بينكرا فلينصب عصا بعد العساش بتسقيني فإن لم يكن معه عسن أقدر أساج نبو فليخط خطا بخط شراتشي ثم لا يضره ما مر أمامه إذا جيك البودي خط كي دابش روا ببش دار أساج ودابش روا زر لن يجت ناقيني إباش حديثك بعد سخطي كرديا أتو قوتد أقر شبتش بي وديوارش بي وخوانا حديثك ويتدانيا دري وقيس بالخطي المسلى جوش خطي فرقسيا وقدم على الخط أدلوا لفش خط مسلى دقر لأنه أزهر في المرادي سنش أو باشترا عالم باشتر دبيني في اللناني باشترا والترتيب المذكور هو المعتمد أو ترتيبي كأما قوتمان يكم زار أغا ديوار بو أغا نادار عصابي أغا نار رائخ بي دقر بي أغا نعر نبو أوز خط چلي دا أو ترتيبي معتمدا خلافا لما يوهمه كلام ابن المقري خلاف لو هو يقصي كلام ابن المقري وادقيني دري أي من عدم ندب الترتيب ونس عبارته وجازب الندب لمسل دنا ثلاثة أزرع من شاخص أو مسل أو خط أو زد سباشة دفع مار الشاخص بي يا المسلابي يا الخطبي اوه هاي قلت من ناي قلت يا ترتيبها باشا بعوي قلت يا اما بفيه ما نقول اما بفيه ما نقول في معناه هو معناه قهو نبو او زعو في له تعقيبه او بعوي قلت يا حرفي او له ترديده
أتزلوا يدري يوهمه راس راس وينبوت يا وهذا واحد يخرج ديخي. فمتى عدل عن رتبة إلى ما دونها أبز كابرا بيدكرا رايخي هو دقل دي رايخي بيدكرا ديوار بي بيدكرا دار أساي بتسقيني أو أنا بيدكرا هرستا لايدا لو لو رتبة لو رتبة أخيري سخيتة شيني دا خيتا كل عما أخرات لنبو شو تلايدا عدولي كل لرتبة باشكي لو رتبة شير دار الزن الشيو مع القدرة عليها بيش دكرا كانت كل عدمي كأنما نتكر ديا هي السنة كل نتكر ديا ويسنو أن لا يزعل سترة تلقاء وزعه وابا شبر عمبر نتساوان النبي بل عن يمينه أو يساره لا يلراسته أن لا يتشوفه وكل صف سترة لمن خلفه أقل لما قلت يا شنو يشكل هر صفك نبيشة أو سترة معنى عرفنا ببينيته ببين صفك يدعمي وكل سترة صف سترة لمن خلفه إن قرب منه أقل نزق به قال البغوي أدي إمام سترة الإمام إمام ستره ديوار تشتك داينة على بيشه سترة من خلفه سترة أو كسي أو إلى بيش إمام نجد انتهى أو معنى تسوى سترة الإمام نتقول على الصفك سترة لو صفك يدي أدي إمام وشي سترة لو خدا دني يكتش لبشت إمام دكا سترة إمامي لو كابرة دي كش دكا سترة سنة تك عاصم دمي زار هيك شخصا لمن خلفه قال البغوي لمن خلفه وانظر هل المراد جميع من خلفه من المأمومين أو الصف الذي يليه فقط الزاهد الثاني لو هموانا البعض منهم وهو من عدا من عن يمينه وعن شماله هذا قال أبي داوي لا بيش تبي يوقع دري ده قال راسه تصفى دانيس قال راسه تصفى ستر إخوان إيه قال ديواره يوم شتكا يقدون فري يعني لا بيش تبي أو يقدون فري لا بيش تبي ذكر إلا ده قوي ده ولو تعارضت سترته والقرب من الإمام إيه أدي أجر برامبر يكذبوا سترة دقى قرب من الإمام خير خيرني لإمام نزق بي أجر الإمام نزق باي سترة ندبو أجر سترة هبا لإمام الدور دبو أو لا أو الصف الأول يعني سترة أو زاري دقى صفية كم أجر الصفية كم باي سترة ندبو أجر الصف كاين دي با سترة دبو شان لا باشترا والذي يقدم فما الذي يقدم شعان مقدمة قال شيخنا كل محتمل سكان همي ويسونا ويسونا بران شعان لهمان ويسوترن وظاهر قولهم قسك يا علماء الشريعة فرميت يعني يقدم الصف الأول قلت يتيان صفي أول قال خيرا في مسجده صلى الله عليه وسلم لما قلت خوشويست صفية كم وإن كان خارج مسجده المختص بالملاعفة ولو خارج مسجد پیغمبر بي صلى الله عليه وسلم كمختص بملاعف فرمويتي هر نويجك هر نويجك لم لم لا لا لم لم مسجد من بهزار نويجيا هو ده قال او مسجد دا كان دوري پیغمبر بي صلى الله عليه وسلم لا باشا وي لا قبلي لسفي كم دو مسيم او انا زياد كراينا ولا ما درين اتو سفي كم كيف كسفي كم مسجد خوشويستي زور خيره حتى مسجد تقديم كي دوري خوشويستي شنيا هشت صفي اول لوش خير ترى او هان قوتيا او هان قوتيا والذي يتزا او كم متزا هو قصه باشا وظاهر قولهم يقدم الصف الاول في مسجده صلى الله عليه وسلم وان كان خارج مسجده المختص بالمضاعفه او هان قوتيا او زي ما دام ما بي صفي اول هند خير بي هند خير بي تقديم نحو الصفي الاول ما دام ما بي صفي اول لستري باشترا ما مزقفت عن همو بخوش سترين يا بابا ها همو يد خير دان درا برا والله ديوار الشيء أفضل من ألف صلاة فيما قد
هذا السترة والقرب من الإمام. تعالى السترة والقرب من الإمام، أو الصف الأول، أو الصف الأول. قرب من الإمام، ولو تعارضت السترة والصف الأول. هل السترة مع البعد عن الإمام أو مع كونه في غير الصف الأول، أو القرب من الإمام، أو الصف الأول مع عدم السترة؟ كل محتمل. انتهى. وإذا صلى إلى شيء منها أو زهوى السترة دامة نجو خوي كرت، فيسن له ولغيره دفع مار بينه وبين السترة المستوفية للشروط. او سترة دوشي دانا اگه یک اکاد بو بین ایداهات لو خرچیش سنة برن کور پیدا مرا و دستیر تدستشی بگین نه و پیشت دانه اتوش بخود او حالا نویجه او حایشی بکو بی کابرا و پیشت دانه دفع مارن بین او بین سترة تیل مستوفیه تیلی شروطی اگه سترة که شروطی لی بیتر زی دفع مار مار او پیدا ده مار اسم فاعلا دفاع بکا برن کن جن دفع بکا وقد تعدى بمروره كابرا متعدي ببروش نكي لو متعدي بي لكونه مكلفا اقا كابرا مكلف بي مكلف بي اقا مكلف نبي من دار بيان اقري تواو نبي ليه قرر تعدى بمرور تعدى يعني كابرا ايش متعدي بي ناحق بي ويعرم المرور بينه وبين سترتي او بين داتوني ببيج نجي عالمي هر قناعه كنجي حين يسن له الدفع وشي تازه ندقو سنة دفاع بكي ما دام لو تو سنة بي دفاع بكي او اقا پیدا بي قناعي دقاتي وإن لم يزيد المار سبيلا ولو كابرت سرقاي قايد كشين بي برا وسيعتن وجكتو ما لم يقصر بوقوف في طريق إلا اگر كابراي نويجه دكات سول سر ري عالمين نويجه دامستا أو في صف مع فرزة في صف آخر بين يديه يان لپیش او چولی ها بود چولی خوار دای بستا صف تا نبو چولی صف چی دی دای بستا هنجا تو بپیشی دا هرو هرو هر صف کن او قصوری کدیا مع فرجت ادی کلن ها بود فی صف آخر لصف چی دی بین ایدی لپیش اخوی لپیش اخوی او صف ناسی تی قلب گرانا قلب گرانا ما دی عمدی نسو جی همون زاره لصف دوم سیم دا نیات صفیه کم زیش ایا او زاگه او ها بکابرن ویشی دا بستا اتو بپیش ویدا برو هرو هرو صفیه کم دوام چون شو بخوی نحق فلی داخلین کابراگ للا ردیتن خرق الصفوفی او صفان حمان پازدا پازدا و این کثورت حتا یا سودا هرو کلنا کی قفاد بکا لو اوان نسوینا او زیما یا لصفیه کم زید بزی کسان مایا پازدا بپیش یاد برو قیدی ناکا گناعنی مادم لو امامش گناعنی امام او زی خوی هیا زی کلنا ابا خوی کس زیوی ناکری دي بتسي وبيش عالم دابرو تد السجية قيد وكره فيها الصلاة التفات بوجهه بلا حاجة أو رام بدهته لنمشي وقيل يحرم قيل يقدر هالحرام واختيرة اختياري أقصى إشكرا لو للخبر الصحيح لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته قوي تعالى دائما روح بعبد خوي ذا قال إن يجئ برحمة ورلاه ما لم يرتفت تا أور النداتها فإذا التفت أجر أور دا وأعرض عنه رحمة لقطع لهم أدي أجر حازت أبو فلا يكره لحازة أجر حازت أبو قيدناك وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم كان في سفر قوله بلا فلا يكره لحازة معترز قوله بلا حازة وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم كان في سفر فأرسل فارسا في الشعب من أجل الحرس صار وراغة الناد بتصير لو دور السياحة هي حرساتي بقري فزعل يصلي ويلتفت إلى الشعب في غمض رسول الله نوجه حواته ما شيء ذكر ده خواص صار وراغة كتشوت أو زدي على غير إيش شيء ديني شرعي هبي أو رشش بده وقيدنا كما لا يكره مجرد لمح العين اگر او هب ساب روی خور نجری او هب تیت ساوی تماشا بکنی اوش قیلی ناکن ارتفاعتو لمحی ساوی
التفات الله يا بل سري خور ده جن ونظر نحو سماء الله تماشى عصوان وكي روحي بخينيو ساعتي بخينيو اوش خرابة مما يلي مما يلهي هرسي لو أنبي أتو المشغول بكالن ميشي كثوب له أعلام مثلا ذلك بيسمد نشانه على أواني تدابي شكري تدابي تماشى شكرام بكي يعني تماشى روح عكي بكي داخل كونو سلايا أو همي خرابة لخبر البخاري لبقى حديثي كإمام البخاري رواية ذكر زيخاي لبي فرمويتي ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم في غنبات رأسا فرمويتي ولو سلي خبر دكا تماشى عاصمان دكا فاشتد قوله قول كي حذف شدده هن شدده في ذلك حتى قال لينتهن عن ذلك ده بوازمين أو لتخطفن أبصارهم ينساوي كورة دمي يان وازمين يان ربي تساوي كورة دمي ومن ثم كرهت أيضا في مخطط نجل أشتي مخطط بكي أو خيد بي كثوب المخطط في مخطط أو إليه يعني مخطط برامبربي أو عليه يعني سريبك دقول ذكر لو لأنه يخل بالخشوع خشوع أوانا الدباتن وباشن في مخطط أن تزل شي لبرتا رنقاو رنقو قصة مصمو هوي تدابي باشن يعني دقول ذكر يعني ستركات بابا ها؟ يمينا وشمالا بزمي تمام بزمي هو نام يجد فان داري عمان ايدي قد